فريدي شاب محظوظ يعمل حارسا ليليا في مصنع للشوكولاتة، وذات يوم كان يتحقق من الميكانيك المعتاد، وفجأة لاحظ أن أحدهم قد سرق عدة صناديق من حلوى الشوكولاتة الفاخرة. في صباح اليوم التالي استجوب فريدي ثلاثة مشتبهين. قال جيسون طاهي المخبوزات إنه أنهى مناوبته في السابعة مساء وعاد إلى منزله فورا، ويمكن أن تؤكد زوجته أنه لم يغادر المنزل طوال الليل. قال هاري عامل التوصيل: لا أتناول الشوكولاتة مطلقا حتى أنني أصاب بطفح جلدي عند شم رائحتها. وقال عامل التنظيف بيتر: كنت أنظف المستودع بالأمس ووجدت لوح شوكولاتة على الأرض وأكلته، أعتذر عن ذلك، أرجوك لا تطردني من العمل. من اللص برأيك؟ إنه هاري، فهو يقف في غرفة بها وعاء كبير من الشوكولاتة المذابة دون أن يتخذ أي من تدابير السلامة. لو كان يعاني من الحساسية فعلا كان سيصاب بطفح جلدي. يوم عمل آخر في مصنع الشوكولاتة، قرر جيسون ممازحة فريدي وغطى بيضة دجاج نيئة بطبقة من الشوكولاتة، ثم غلفها ووضعها على صينية بين مجموعة من بيض الشوكولاتة الحقيقي. عندما أحضر جيسون بيض الشوكولاتة اكتشف فريدي البيضة الزائفة فورا. هل تعرف كيف تمكن من ذلك؟ بيض الشوكولاتة الحقيقي مجوف من الداخل، لذا كان يتدحرج على الصينية أثناء سير جيسون، لكن البيضة النيئة أثقل ولم تكن تتحرك كثيرا. قرر فريدي الرد على جيسون وتدبير مقلب له، فارتدى زي شبح لإخافته، لكن فجأة ظهر شبحان حقيقيان في الغرفة. هل يمكنك تحديد فريدي من بين هذه الأشباح؟ هذا هو، إنه الشبح الوحيد الذي ليس شفافاً. ذات مساء أقام المصنع حفلاً بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه. شارك جميع الموظفين في مسابقة للغناء، وغنوا جميعاً بشكل جميل، وحصلوا على الهدايا والأزهار، لكن من بين الجميع لم تصل إلى المنافسة النهائية سوى نانسي وبيتسي، وكان يجب أن تتواجها في الجولة الأخيرة. لكن فجأة فقدت بيتسي وعيها وسقطت أرضاً. قال الأطباء إنها قد تعرضت للتسمم، لكن جميع المشاركين في المسابقة تناولوا الطعام نفسه. كذلك فحصت الشرطة الأطباق ولم يجدوا بها شيئاً. هل يمكنك تخمين ما حدث؟ وضع أحدهم السم على أزهار بيتسي. في اليوم التالي أتى فريد إلى العمل كالمعتاد، وعندما دخل إلى المصنع صرخ قائلاً: يا إلهي، من أحضر قطة إلى مصنع الشوكولاتة؟ الحيوانات الأليفة ممنوعة هنا، هل يمكنك رؤية القطة؟ ها هي. خافت القطة وهربت إلى قسم آخر وتبعها فريدي. هل يمكنك رؤيتها الآن؟ إنها تختبئ هناك. ومن جديد فشل فريدي في الإمساك بالقطة، إذ هربت من المبنى واختبأت في الحديقة. هل يمكنك مساعدته في تحديد مكانها؟ يمكن رؤية القطة المسكينة هناك. أمسك فريدي بالقطة ووجد ملاحظة صغيرة مثبتة بطوقها، ودون عليها رقم هاتف وعنوان. اتصل فريدي بصاحب القطة لكن لم يجب أحد، لذا قرر فريدي بعد الانتهاء من العمل اصطحاب القطة إلى العنوان المذكور في الملاحظة، والذي كان عبارة عن قلعة مخيفة. كان الباب مقفلا بحاجة إلى كلمة مرور. هل يمكنك مساعدة فريدي في فك رمز المرور باستخدام هذا التلميح؟ كلمة المرور هي رينبو.
وجد فريدي في القلعة رجلا عجوزا عابسا. توقع فريدي أن الرجل سيشكره على إعادة القطة، لكن العجوز بدأ يضحك ضحكات شريرة وأغلق كل الأبواب، ثم قال: إن تمكنت من إتمام 3 مهام ستحصل على 1,000,000 دولار، وإن فشلت ستبقى سجينا في قلعتي إلى الأبد، وإليك المهمة الأولى، ساعدني في العثور على نظارتي بين هذه الخضروات. هل يمكنك مساعدة فريدي؟ ها هي. كانت المهمة التالية للرجل العجوز هي إعداد عقار سحري بالترتيب الصحيح، وقد أعطى فريدي هذه الوصفة. هل يمكنك مساعدة الفتى؟ عليه أولاً أن يضع الكاري، ثم يضيف إليه التوت لمنح العقار لونه الأخضر، ثم يضيف الطماطم ليصبح بلون بني. أما بالنسبة للجزر والأفوكادو فهو ليس بحاجة إليهما. كانت المهمة الثالثة هي العثور على الكتاب في هذه الغرفة الفوضوية. هل يمكنك رؤيته؟ إنه نصف مخفي داخل الأريكة. قدم الرجل العجوز النقود لفريدي وأراه طريق الخروج واختفى، لكن عندما حاول فريدي المغادرة وجد الباب مغلقا. كان على الباب قفل أرقام. وجد فريدي هذه الملاحظة الغريبة في مكان قريب. يجب أن يضع الرمز الصحيح وإلا سيبقى عالقا هنا. ما الرمز الذي يمكنه فتح الباب؟ اثنان، ثلاثة، ستة، واحد. يتوافق كل رقم مع عدد الدوائر في المجموعة الأولى من الأرقام، والآن أصبح فريدي حرا. بمجرد أن خرج فريدي من القلعة المخيفة، قرر ترك وظيفته والذهاب في رحلة حول العالم، وكانت أول رحلة له إلى إسبانيا. وصل فريدي إلى مدريد وذهب للتجول في أرجاء المدينة. لم يحجز فريدي فندقا مسبقا، لذا تجول بحثا عن مكان جميل ليقيم فيه، وفجأة وجد فريدي هذا الفندق الصغير ودخل إليه، لكنه ارتكب خطأ فادحا بهذا التصرف. لماذا؟ انظر لهذا الزومبي الذي يطل من النافذة، لا يبدو المكان آمنا أبدا. وبمجرد أن دخل فريدي إلى الفندق المخيف، أغلق الباب من خلفه ورأى 3 أبواب تقوده إلى الحرية. كان خلف الباب الأول الكثير من العناكب السامة، وكان خلف الباب الثاني أسهم تطير بارتفاع الرأس، وكان خلف الباب الثالث ثقب أسود. ما الباب الذي على فريدي أن يختاره؟ وهل يمكنك مساعدته في الهرب؟ عليه اختيار الباب الثاني، إذ يمكنه التحرك زحفاً تحت الأسهم. بعد انتهاء مغامرته، قرر فريدي تناول الغداء في مقهى محلي، لكن كان في المقهى مشكلة ما، هل يمكنك تحديدها؟ انظر إلى هذه النافذة، منظر الشارع مقلوب. أتى النادل إلى طاولة فريدي ليأخذ الطلب، لكن فجأة بدأت المرأة التي تجلس على الطاولة المجاورة تصرخ قائلة: النجدة، وضع أحدهم الصراصير في حسائي. استجوب مدير المقهى 3 مشتبهين. قال الطباخ إنه أعد الحساء كالمعتاد، ولم يكن به شيء عندما أخذه النادل. وقال النادل إنه لم يلمس الحساء، إذ قدمه للمرأة وانتقل إلى زبون آخر وهو فريدي. قال زوج المرأة: لم أكن هناك عندما أحضر النادل الحساء لزوجتي، كنت في الحمام أغسل يدي. هل يمكنك تحديد الفاعل؟ لا أحد، انظر إلى السقف. خرجت الصراصير من فتحة التهوية وسقط عدد منها في حساء السيدة. استخدم فريدي تطبيقا خاصا لاستئجار منزل فاخر في مدريد، فوجد في التطبيق 3 منازل أعجبته بشدة،
عرضت ماريانو ستوديو جميل مكوناً من طابقين بإطلالة جميلة، ولدى دييغو بنت هاوس بالقرب من إحدى الحدائق، وعرضت كاميلا فيلا مجهزة بأحدث التقنيات. ما المنزل الذي يجب أن يختاره فريدي؟ السقف الزجاجي لبنت هاوس متصدع وهذا غير آمن. أما المنزل الثالث، هل يمكنك رؤية برج إيفل خلفه؟ إذن فيلا كاميلا في باريس وليست في مدريد، وبالتالي عليه اختيار الاستوديو الأول. دعا فريدي صديقته ماريانا للتنزه في الحديقة، وبعد أن سارا كثيرا قررا الاستلقاء على العشب وأخذ قسط من الراحة. وبعد ساعة استيقظ فريدي ولم يجد ماريانا، فبدأ يبحث عنها. بعد نصف ساعة من البحث سقط فريدي في حفرة كبيرة، وبدأت السماء تمطر وهو في الحفرة. أدرك أن المياه ستغمر الحفرة بعد وقت قصير، وكانت تلك مشكلة كبيرة، إذ أن فريدي لا يمكنه السباحة. وجد فريدي في الحفرة بعض الأشياء، وهي حبل وكرة ودلو. كيف يمكنه الخروج من الحفرة؟ ستطفو الكرة على السطح وسيطفو فريدي معها إن تشبث بها. واصل فريدي بحثه عن ماريانا حتى وصل إلى قلعة أحد السحرة. أوقع الساحر بالفتاة وحولها إلى ضفدعة، وكان على فريدي مساعدتها. وجد فريدي والضفدعة ماريانا كتابا يحتوي على الجرعات السحرية التي يصنعها الساحر، تصف كل واحدة منها الترياق اللازم لها. لكن كان عليهما أولا معرفة الجرعة التي استخدمها الساحر على ماريانا. نظر فريدي في الكتاب، وكانت تضم أول وصفة منه شريحة قرع وشريحة تفاح أخضر وقطعة برتقال ونصف ثمرة كيوي، وتحتاج الوصفة الثانية إلى بتلة من زهرة البابونج وثلاثة فصوص من الثوم ونصف تفاحة حمراء، وتتكون الجرعة الثالثة من قطعة برتقال وفص ثوم وقشر موزة وبتلة من زهرة البابونج. أي جرعة استخدمها الساحر؟ انظر للمكونات الموجودة على الرفوف، إنها مطابقة للوصفة الثالثة. ساعد فريدي ماريانا في العودة إلى حالتها البشرية، مما أثار غضب الساحر فوضع فريدي في السجن. شعر فريدي بيأس شديد ولم يكن لديه أدنى فكرة عن كيفية الهرب. وفجأة فتح رجل غريب الباب وقال: تعال سأساعدك على الهرب. تبع فريدي الرجل لكنه انزلق على الأرض وفقد وعيه، وعندما استيقظ وجد نفسه في حفرة، لكنه لا يتذكر كيف وصل إلى هناك. إن اتجه يسارا فسينتهي به الطريق إلى الحمام، وإن ذهب إلى اليمين فسيكون عليه الزحف في نفق مليء بالنفايات السامة، ويقود النفق إلى الخارج. أي طريق عليه أن يختار؟ عليه الاتجاه يمينا، فإذا ذهب من الطريق الأيسر سينتهي به الأمر بالعودة إلى السجن مرة أخرى. انظروا لهذا الحمام، إنه داخل السجن. تمكن فريدي من الهرب، ثم استحم واتصل بماريانا فورا. أجاب الساحر على الهاتف وقال: لقد صنعت ما يكفي من النسخ الشريرة لماريانا، لست بحاجة إليها بعد الآن، يمكنك الآن إعادتها إلى المنزل. عاد فريدي مسرعا إلى قلعة الساحر فوجد أربع نسخ من ماريانا. هل يمكنك مساعدته في معرفة الفتاة الحقيقية؟ لدى هذه مخالب بدلا من الأظافر، تبدو كمستذئبة، وتملك هذه أسنانا حادة وأذنين مدببتين، على الأرجح أنها مصاصة دماء. وتوجد حراشف على وجه هذه الفتاة، أي أنها حورية بحر. لذا هذه هي ماريانا الحقيقية،